السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. كنبغي نشكر جميع الناس اللي كيتبعوني وكيشجعوني وكيدعموني واللي كيخليو لي تعاليقهم الزوينة اللي كتخليني نزيد ونكمل في هذه القناة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حريشات صغار، هاد الحريشات فرديين بالجزر والبرتقال. الحريشات اللي كيجيو هشاش وزويونين وخفاف، وحتى شكلهم كيجي زوين. بالنسبة للناس اللي كيشوفوا القناة ديالي لأول مرة، كنقول لهم مرحبا بكم معايا بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب أو سابوني أسفل الفيديو، والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأهل والأحباب باش يستفد معنا الجميع إن شاء الله. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. باش نحضروا هاد الحريشات غادي نحتاجو الكاس ديال السكر سنيدة او السكر خشن، كاس ديال الزيت نباتية، جوج بيضات، جوج ديال حبات الجزر محكوكين رقاق على هذا الشكل، هذا رشيشة الملحة، جوج اكياس ديال خميرة الحلوة او بيكن باودر، معلقة صغيرة ديال القرفة، كاس ونص ديال عصير البرتقال، وربعة ديال الكيسان ديال السميدة الرقيقة ديال الحرشة. نبداو على بركة الله. غادي ناخذ البيض، غنضيف عليه كاس ديال السميدة، كاس ديال الزيت، غادي نطرب هاد العناصر مزيان. نضيف كاس ونص ديال عصير البرتقال، رشة الملح، القرفة، وغادي نضيف هاد جوج حبات ديال الجزر لي محكوكين. نخلط هاد العناصر كاملة. دابا غادي نبدا نضيف السميدة بشوية بشوية، وغادي نطرب فقط بالطراب اليدوي. هنا قلنا خديت انا ربعة ديال الكيسان ديال السميدة، ولكن كما كتعرفوا السميدة ديما عند ميزانك على حساب، كاين السميدة اللي كتشرب بزاف وكاين اللي ما كتشربش. المهم حنا غنبقاو ماشيين حتى يتجمع لنا هذا الخليط. غنضيف جوج اكياس ديال البيكنج باودر او الخميره ديال الحلوه، ونبدا كنجمع في هذا، نطرف هذا الخليط. غادي نضيف السميده اللي باقا لي هي بشويه بشويه، وحنا كنطربو. صافي بان لي انا هاد ربعة الكيسان ديال السميدة جاوني هما هادوك، هذا هو القوام اللي بغيت. دابا خديت هاد القوالب هادو ولا هاد ليمون الصغار، انا بغيت ندير هاد الحريشات فرديا. خديت هاد ليمون دهنتهم بالزبدة وعملت لهم هنا في الوسط بابي كويسو. ثم يمكنكم تكتفيو فقط بالزبدة وترشو شويش ديال السميدة. دابا غادي نبدا كنعمرهم على هذا الشكل، هذا ناخذ شي مغارف ونبداو كنعمرو هكذا على هذا الشكل. نحاول نخليو لهم شويه المكان فين يتنفخوا، ما نعمرهمش حتى للفوق باش يلقاو فين يتنفخوا هكذا، حيت راه مازال غيطلعوا النار. درنا فيهم الخميره ديال الحلوه مازال غادي يطلعوا هكذا كما كتشوفوا. دابا انا غادي نستمر حتى نعمر هاد ليمون كاملين.
من بعد ما عمرت هاد القوالب ديالي كاملين، غادي نزينهم من الفوق بواحد شويش ديال اللوز افيلي كما كتشوفوا. يمكننا نخليهم هكذا سامبل، يمكننا نزينهم كذلك باللوز كونكاسي او الكاوكاو كونكاسي، كل سيده وشنو متواجد عندها في البيت. ديالي الفران سخن ديجا على 180 درجة، نخليهم يطيبوا 21 حتى 25 دقيقة على ما يتحمروا مزيان من التحت ومن الفوق، وعاد نرجع عندكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفران، كيجيو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. انا اختاريت انني ندير حريشات صغار فرديين، نتوما يمكن لكم تستعملوا مول كبير وديروا حرشة يعني عائلية ماشي مشكل، وتقطعوهم هكذا دي مغصوب. انا كنفضل هكذا حريشات صغار حتى ولا بقاو لنا يمكننا نحتفظوا عليهم في المجمد، لمالا. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش ملي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش يستافد معنا الجميع ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي كيشوفوا لاشين ديالي لاول مره، كنقول لهم حتى نتوما مرحبا بكم، انضموا للعائله ديال هذه القناه بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. هنا غادي نوريكم كيفاش كتجي الحريشه ديالنا من الداخل هكذا خفيفه وهشيشه كما كتشوفوا، كتجي هشيشه بزاف وكتذوب في الفم. ودابا ما بقى لي الا نودعكم، والى فيديو جاي ان شاء الله.